هنكمل في الاكسرسايز نمبر 3. معنى كل هدول ريدكشن فورمولا لحتى نيجي نعمل لهم بروف. شو بقلنا؟ اول وحده مع الانتجرال للساين تو ذا باور ان اكس دي اكس، بدنا نيجي نبرهنها هنا بتساوي هيدي اللي هون. طيب رح نبدا نحن، هيدا رح نيجي نسميه نحن مثلا اي ان. طيب الاي ان يلي هو الانتجرال للساين ان اكس دي اكس، رح نيجي نعمل انتجريشن باي بارت. يعني اوكي قبل ما نكتبها بهذا الشكل رح نيجي نفصل ونكتب انه هيدي بتساوي الساين للان ماينس 1 اكس مضروبه بالساين اكس دي اكس. هيدي رح اجي اخذها هي اليو، وهي رح اجي اخذها انا هي الدي في. معناتها اذا اليو هي هيك شو بتصير معي الديو؟ شو الديريفاتيف لهون؟ هيدي بتعطيني ان ماينس 1 ساين تو ذا باور ان ماينس 2 اكس. شو الديريفاتيف للساين؟ هي كوساين اكس دي اكس. بينما الفي رح تعطيني شو الانتجرال للساين اكس؟ هي مين؟ هي ماينس كوساين اكس. فالانتجرال لليو دي في رح يعطيني يو ضرب في، يعني رح يعطيني ماينس كوساين اكس مضروب بالساين ان ماينس 1 اكس، بعدين ماينس الانتجرال للفي دي يو، وفي ماينس فرح تصير معيها بلس ان ماينس 1، رح اكتبها من برا هي كونستنت، بضل معي هون الساين للان ماينس 2 اكس مضروبه بالكوساين باور 2 اكس دي اكس. بعد منا هون انا الانتجرال هون مش شايفه بقلب الانتجرال، في بقلبه كوساين. فشو رح نعمل؟ رح نشيل اللي اسمه هون كوساين باور 2 اكس، رح احط بداله 1 ماينس ساين باور 2 اكس. فشو رح يصير معنا؟ اللي رح يصير معنا هو ماينس كوساين اكس ساين تو ذا باور ان ماينس 1 اكس بلس ان ماينس 1 مضروبه او الانتجرال سوري للان ماينس 2 اكس. اول مره بعملها مع تعطيني دي اكس، وتاني مرة رح تعطيني مين؟ رح تعطيني ماينس الانتيجرال للساين تو ذا باور ان اكس دي اكس. فاذا اول مرة ساين ماينس 1 مضروبة ب 1 بتعطيني هاي، تاني مرة ساين تو ذا باور ان ماينس 2 مضروبة ب باور 2 بتعطيني ساين ان. طيب هيدا مين؟ هيدا الاي ان. طيب شوفوا شو صار معي، هاي لحد هون هي عبارة عن الاي ان ماينس 2، وهي هي مين؟ هي الاي ان. فاذا عم نمشي نحن من الاي ان، عم تعطيني ماينس كوساين اكس مضروبه بالساين تو ذا باور ان ماينس 1 اكس بلس ان ماينس 1 مضروبه بالاي ان ماينس 2 بلس ان ماينس 1 مضروبه بمين؟ بالماينس اي ان. فاذا رح احط هون ماينس وحط هون اي ان. شو رح نعمل؟ هلا رح ناخذ الاي ان لقبل الايكوال، رح يعطيني اي ان بلس n minus 1 i n equal ل minus cosine x مضروبة بالساين n minus 1 لل x plus n minus 1 مضروبة بال i n minus 2. هاي لوحدة، شوفوا إذا جمعتهم مع بعض رح يعطيني n i n، يعني ال i n لوحدة هي بقسم على n، يعني minus 1 over n cosine x sin to the power n minus 1 x plus n minus 1 على n الاي ان ماينس 2. مين هي الاي ان ماينس 2؟ ها هي الاي ان ماينس 2. هيك بنكون حلينا نحن مين؟ اول وحده. هلا ثاني وحده بدنا نجيبها عن طريق الاولي. كلكم بتعرفوا انه عندكم الكوساين للباي اوفر 2 ماينس اكس، شو بتعطيني؟ بتعطيني ساين اكس. مشان هيك رح ناخذ نحن اليو، هي عباره عن الباي ماينس 2 ماينس اكس، يعني الاكس لوحدها هي باي اوفر 2 ماينس يو. الدي اكس شو بتعطيني؟ الدي اكس هي ماينس ديو. فبنيجي على هذا الانتجرال اللي اسمه الكوساين ان اكس دي اكس، شو رح يعطيني؟ رح يعطيني بناخذ هذا التشانج اوف فاريبل، رح تعطيني الكوساين باور ان لل باي اوفر 2 ماينس يو. هون عندي بدل الدي اكس رح احط ماينس دي يو. شو بيطلع لي؟ اول وحده بتعطيني ساين باور ان يو، وهيدي بتعطيني دي يو، في عندي ماينس من برا. طيب هيدي نحن اوريدي مطلعينها فوق صح؟ مجرد ما نحن صرنا مطلعينها فوق رح نحطها بقيمتها. فإذا اللي رح نعمله هو التالي. اوكي خلينا نتبعهم هون، شو معنى هي هون؟ فإذا وصلنا لهون، هيدي حطيتها بقيمتها. هلا شو بدنا نرجع؟ رح ارجع اشيل اليو، شو حط بداله لليو؟ رح ارجع اشيل اليو حط بداله باي اوفر 2 ماينس اكس. فاذا لما بحط بدل هيدي باي اوفر 2 ماينس اكس، هيدي بتردني للكوساين وهيدي بتردني لمين؟ للساين. وهون نفس الشيء وهي. فاذا بس هون بفتكر لازم يكون في معنا بلس مش ماينس،
اوكي. فاذا هون لانه بدل الدي وراحت ماينس دي اكس، فشو بتصير معنا؟ بتصير هون معنا اياها بلس ان ماينس 1 على ان كوساين ان ماينس 2 اكس دي اكس. هل بيقول لي مثل هدول النوع كيف ببرهنهم، كيف بعمل لهم بطبقهم؟ مثلا انا بدي الانتجرال لهيدي اللي هون اللي هي الاي 4 بحطها بقيمتها. طيب مثل كيف يعني؟ انا بدي بالاخير الانتجرال مثلا للساين باور 4 اكس، بدي الانتجرال للساين باور 4 اكس دي اكس يلي هاي هي قلنا هي الاي 4، رح نيجي نحطها هون بقيمتها، رح تعطيني 1 اوفر او ماينس 1 اوفر 4 ساين تو ذا باور 3 اكس كوساين اكس بلس 4 ماينس 1 يعني 3 على 4 الانتجرال للساين باور 2 اكس دي اكس. هيك بنكون طلعنا هاي. هلا هاي لنيجي نعمل لها انتجرال، بدل الساين باور 2 اكس رح احط بديلها 1 ماينس كوساين 2 اكس على 2، فشو بتعطيني؟ رح تعطيني ماينس 1 اوفر 4 بتضلها هاي ساين للباور 3 اكس كوساين اكس بلس طلع ال 2 لبرا رح تعطيني 3 على 8. شو الانتجرال لل 1؟ هي اكس. شو الانتجرال للماينس كوساين 2 اكس؟ رح تعطيني ماينس ساين 2 اكس على 2. وبننسى بالاخير شو في معنى؟ في معنى البلس كونستنت. هيك نحن بنكون طلعنا الانتجرال لمين؟ الانتجرال للساين تو ذا باور 4 اكس دي اكس. هلا صرنا بنعرف نطلع كل شيء خاصه بالساين تو ذا باور ان والكوساين تو ذا باور ان. نفس الشيء رح نطلع للتانجنت باور ان وللكوتانجنت باور ان وللسيكنت باور ان وكوسيكنت باور ان. هلا السيكنت والكوسيكنت رح اقول لكم شو هن. هلا رح نرجع نكمل ونجيب الانتيجرال لمين؟ الانتيجرال للتانجنت باور ان اكس دي اكس. هذا الانتيجرال رح نيجي نسميه نحن جي ان. فإذا شو قلنا رح نيجي نسميه؟ رح نيجي نسميه جي ان. طيب نحن بتتذكر قلنا بس نشوف تانجنت تو ذا باور ان اكس دي اكس، قلنا هيدي التانجنت حلو نكتبها تانجنت تو ذا باور ان ماينس 2 اكس مضروبه بالتانجنت باور 2 اكس، يعني بسحب منها تانجنت باور 2. برجع هيدي التانجنت باور 2 رح زيد عليها 1 ونقص منها 1. رح اخذ هودي مع بعض ورح اخذ هيدي لوحدها. هلا هون شو هي؟ هيدي كانه شكلها الانتيجرال لليو باور ان ماينس 2 مين؟ ديو. وهيدي هي مين؟ هيدي هي ماينس للجي ان بس ماينس 2. يلا انتيجرال لليو ان ماينس 2 ديو شو بتعطيني؟ رح تعطيني يو ان ماينس 1 على ماينس 1 ماينس جي ان ماينس 2. هيدي رح نرجع نشيلها ونحط بدلها مين؟ بدل اليو رح نحط بدل اليو تانجنت، فبتعطينا هي الرول اللي هو طالبها منه. اوكي هوني بس عاطين نحن بس كيف شغلين هذا الانتيجرال، بس مفصلينه شوي تفصيل اكثر كيف اشتغلنا. هلا منه كمان مين بنجيب؟ بنجيب كمان الكوتانجنت. هلا بالنسبه للسيكنت شو هي السيكنت؟ السيكنت بدنا نحفظ نحن انه هيدي اللي اسمها سيكنت اكس هي عباره عن 1 على كوساين اكس، يعني بس لنشوف 1 على كوساين فينا نشيلها ونحط بدالها سيكنت اكس. اوكي معناتها انا لما بدي اجي لكم جيبوا لي الديريفاتيف للتانجنت اكس، تتذكروا شو هو الديريفاتيف للتانجنت اكس؟ هي 1 على كوساين باور 2 اكس، يعني كانه هي سيكنت باور 2 اكس. فاذا الديريفاتيف للتانجنت اكس هي يا اما هاي يا اما هاي يا اما سيكنت باور 2 اكس. هسه كمان شو هي الديريفاتيف للسيكنت اكس؟ الديريفاتيف للسيكنت اكس رح تعطيكم السيكنت اكس تانجنت اكس. هيدي فينا نحفظها حفظ، واذا ما بدنا نحفظها السيكنت هي عباره عن مين؟ عباره عن 1 على كوساين. فانا لما بدي اعمل سيكنت اكس برايم كانه عم بعمل 1 على كوساين اكس برايم، يعني كانه عندي 1 على يو برايم. شو الديريفاتيف لل1 على يو برايم؟ هي ماينس يو برايم على يو باور 2. يلا شو الديريفاتيف للكوساين؟ هي ماينس ساين اكس، وهون رح نحط كوساين باور 2 اكس. فاذا وصلنا لهي، الماينس والماينس رح يروحوا مع بعض. هلا الساين على كوساين تعطيني تانجنت، وال1 على كوساين تعطيني سيكنت. هيك بنكون حصلنا على الرول اللي معي اياها هون. طيب كتير منيح. فاذا نحن لنيجي نجيب هيدا الانتجرال كمان رح نفصلها سيكنت باور ان ماينس 2 وهون سيكنت باور 2. طيب رح نيجي كمان نعملها باي بارت، هيدي رح ناخذها اليو، هيدي رح نيجي ناخذها هي كلها سوا دي في. طيب اليو برايم يا او الدي يو شو بتعطيني؟ انا بتعرفوا بس يكون عندي يو ان اذا بدي اعملها البرايم شو بتعطيني؟ بتعطيني ان يو ان ماينس 1 مضروبه باليو برايم، يعني هون رح تعطيني
n minus 2 مضروبة بال secant to the power n minus، إسا بشيل منها 1 فبتعطيني n minus 3x. شو الدريفاتيف للسيكنت؟ الدريفاتيف للسيكنت هي secant x tangent x، هيدي هون رح نحطها dx. فإذا هيدي كلها سوا هي مين؟ هي الدريفاتيف أو هي الديو، بس السيكنت والسيكنت باور n minus 3 بحطهم حط بعض رح تعطيني هاي. يلا إذا دي في هي secant power 2x dx، معناتها الفي لوحدة شو بتعطيني؟ دغري لازم نحفظ انه الانتجرال للسيكنت باور 2 هي شو؟ هي بس تانجنت اكس، نستخدم الانتجريشن باي بارت رح نوصل لهون. مجرد ما وصلنا لهون رح نطلع شو عنا؟ اللي عنا اياه هو هيدي اللي هون مثل ما قلنا. انا رح نيجي نقول هي يو ضرب في، بنكتبها بعدين ماينس في دي يو، الفي دي يو رح تعطيني تانجنت باور 2. نرجع التانجنت باور 2 شو بقدر احط بداله؟ نحن قلنا انه الديريفاتيف للتانجنت اكس هي مين؟ هي عباره عن التانجنت باور 2 اكس بلس 1 او هي سيكنت باور 2 اكس. فاذا عندي العلاقه بيناتهم، يعني انا صار فيني التانجنت باور 2 شيلها للتانجنت باور 2 اكس وحط بداله سيكنت باور 2 اكس ماينس 1. هلا الان ماينس 2 بتطلع لبرا الانتجرال، هيدي السيكنت باور 2 مضروبه بالسيكنت ان ماينس 2 رح تعطيني السيكنت ان، وهيدي بتضلها ماينس سيكنت ان ماينس 2. هيدي رح تبدلها كي ان، هاي رح تبدلها كي ان ماينس 2، هاي كلها سوا رح اخذها لقبل الايكوال، قديش رح يعطيني ان ماينس 1 كي ان؟ بتساوي كل هاي بنقسم على مين؟ بنقسم على ال ان ماينس 1 وبنحصل عليها. ومثل ما قلنا كل البارت البي والدي والاف بنقدر نحصل عليهم من البارت اي سي اي. مثلا لنحصل على البي فينا نستعمل هيدي الرول اللي معنا اياها هون. هلا بالاكسرسايز نمبر 4 شو عندي بالاكسرسايز نمبر 4؟ بالاكسرسايز نمبر 4 عطيني هيدا الانتجرال، بدنا نلاقي علاقه بين الاي ان بلس 1 وبين الاي ان، وبعدين بدنا نجيب الاي 2. الاي 2 لمن هون بيكون في عندي باور 2. يلا بدنا نبلش بالاي ان بلس 1. الاي ان بلس 1 هي هذا الشكل اللي هون، انا تحت معي اكس باور 2، فوق ما معي اكس باور 2، عندي بس 1. فعلى ال 1 رح زيد اكس باور 2 رح نقص ماينس اكس باور 2. رح نرجع، شو رح نرجع ناخد؟ رح نرجع ناخد هيدي مقسومه عليها، والماينس اكس باور 2 مقسومه على هي. هيدي مقسومه على 1 بلس اكس باور 2 باور ان ماينس 1 رح تعطيني 1 على 1 بلس اكس باور 2 باور ان، وهي رح تضلها مثل ما هي. يلا هلا هيدي طلعت معي هي مين؟ هي الاي ان. هلا هيدي بدنا نيجي نعمل لها انتجرال. لنيجي نعمل لها الانتجرال شو رح نعمل؟ رح نفصل الاكس باور 2 لاكس ضرب اكس مثل هون، هيدي رح سميها يو، بينما هيدي رح سميها دي في، لانه الديريفاتيف لهون موجوده كانها هي اكس بس ناقصها 2. فاذا رح اخذ اليو هي اكس، الدي يو شو بتعطيني؟ بتعطيني بس دي اكس. برجع الدي في باخذها كل هيدي، شو بصير الفي معي؟ يعني كانه انا عندي يو برايم على مين؟ اوكي لازم اضربها ب 2 واقسم على 2 من برا. اوكي شو بصير في عندي؟ يو برايم على يو باور ان بلس 1. شو الانتجرال لإلها؟ الانتجرال لإلها كانه عم بيجي يقول هي يو ان ماينس 1 يو برايم، فبتعطيني يو باور ماينس ان على ماينس ان، يعني رح تعطيني، واكيد انا عايزه 2، التو اللي كان ضربتها فيني ما اضربها بس بستعملها هون، فبتعطينا هذا الشكل. منطبق الانتجريشن، يعني يلي بتعطيني هي اوكي هي كتبناها اي ان، وهيدي رح تعطيني يو ضرب في، بضرب اليو مع الفي ماينس الانتجرال للفي دي يو، هيدا وهيدا. اوكي ماينس 1 على 2 ان طلع على برا، هي هي مين؟ هي هي كمان هي الاي ان، فبجيبها وبجمعها مع الاي ان، فصار في معي علاقه بين مين؟ بين الاي ان بلس 1 وبين الاي ان، هيدا صار كونستنت، يعني بطل في بقلبها انتجرال. هلا بده الاي 2، لجيب الاي 2 رح اجي اقول له الاي 2 يعني اخذت الان ايكوال ل 1، رح تعطيني 1 ماينس، هون بحط بدل ان 1 رح تعطيني 1 اوفر 2 للاي 1 بلس اكس على 2 1 بلس اكس باور 2. يلا مين هي الاي 1؟ الاي 1 هي الاي 1 هي بس الانتجرال للدي اكس على 1 بلس اكس باور 2، يلي هي دغري شو بتعطيني؟ بتعطيني الارك تانجنت اكس، وهيدي جوابها هي الهاف. هيك بنكون جبنا مين؟ بنكون جبنا الاي